أعلن رئيس الحكومة السورية المؤقتة جواد أبو حطب تشكيل الجيش الوطني بعد توحد 30 مجموعة عسكرية من الجيش السوري الحر. وأعلن أبو حطب عقب اجتماعه بقادة عسكريين في الجيش السوري الحر في مدينة أعزاز في محافظة حلب شمالية سوريا، أعلن عن تشكيل هيكل عسكري تحت اسم الجيش الوطني. قال إن أولوية هذا الجيش هي الحفاظ على المناطق المحررة في إطار عملية درع الفرات والدفاع عن الشعب السوري بوجه النظام والتنظيمات الإرهابية. بداية الجيش سيكون من الفيلق الأول، وهو فيلق طبعا هو دعمه دربوا أشقائنا في تركيا، الفيلق الثاني وأيضا الفيلق الثالث. المجموع هو يعني يفوق عن 22 ألف مقاتل.